الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحينك سوتر تفسير سورة التوبة أين أول كيدة تشغني وحين تشغني آيات دكوب يتمناد لقبضي كواد وامرني الله وحشاقي حضيك التوبات كينا قال لماذا صلاة دنا أي أوغان زكاة دنا أي بحيان إن الدين تين كله ولا اللوبين وأيهم ولا ليه إن حق الدين تا ولا لها إن كوها مفهومك وحلق فهم إياه الدين تا أين إلا إمانين إن إن السيدة صحيين وأين الدين تين كله ولا اللوبين آيات دنا وحي كم التهي آيات دهرين الصوم الرئيبة آيات ده اللو دريشدو تاركو الصلاة كوينو قالية آيات دهرين وحي نكو سارغنين إنه الله يريه فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كوحلق قادنا يي هذا إنت اللي من وايان إن أن وضد الله بنينا إن الله لينا أيا لقدر يشدي تهرى تندمنا وحلق قدر يشدي إن لقو قالوا بأي الصلاة لأنت ودي الله الزكاة اللفتية دوا لقو دراي ووحد الزكاة لقيد هذا الصلاة دنها لقيد هدو وحلورنا يا تالفتي إذا أهل السنة قاركود وحي قبان زكاة اللفتي إذا هدي للديدو إن لبحيوه إن لقو قالوا بيو بعض أهل السنة قبا جماهير أهل السنة سام قبان لكن طائفة من أهل السنة وحي قبان تقيس تلقى تقول زكاة بحنتي إذا إن لقو قالوا بيو من لده لقى بحنت معنا تشردين تا إسلامك أركان باتر تم مباني اللي يلهدو بني الإسلام على خمس بلقى قات مباني waxa loo yiri diinta lagu bineeyo lagu dhisay wa arkaan diintu ay leedahay arkaan 5 rukniga koowaad waa shahaadateenka hadii laga tago in la gaaloobaayo shaki kuma jiro la isku mar khilaafsan laakin afarta kale mabaanida ah ee arkaanta ah mid walow kamida tagista laga tagaayo khilaaf baa ku jira gaalnimo ma ka imanaysa mise ka iman mayso oo baad ahli sunna ayaa ku gaalaysinaya ركن كستو كمدا أركانتا أفرتا الشهادتين ككدم بيا تجست لقتجو قال لما كسب بين يورنا يوال لقو قالوا بيا من لدا لقب حيا ولا واجبني مدي سبيان لدا في السنان لا يسكم خلاف سنة هدي واجبني ماذا لدا في رأي لقو قالوا بيا كم أنا جارها أرنك الجحود كعم لدا في رادا كسب سنين أركانتا كم جارها الشيء كستو واجبات كالشريعة كمدا ومعلوم من الدين بالضرورة ku doonaba han noqde dafirada la dafiro waa lagu gaaloobaya milada waa laga baxay taalaba iskuma khilaafsana laakiin tan marka tagista laga tago lala iman waayay ma lagu gaaloobaya mise lagu ma gaaloobaya khilaafku ku jira wuxuu sa khilaafku ku sii badan yahay bayna ahlus sunnati wal jamaa'a taariku salaadka oo salaada tagista laga tagaayo culama doora ahlus sunnaha kamida ayaa waxay sheegteen إن مجرد الترك اللي جتجا يكلي اللي جو قالوا بيا من لدى الجبح لا علماء قاركوا ذي الشجان إن يتهي مسألة اللي جو إجماع صناع وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أي كل إجماع صناع نسوا فق صناع أي ماذا قاركوا ذي الهدين ترك الصلاة وكفر لا يختلف فيه أيوب وغيره بل جسوا نغري أي ما دي سلف كاملة تجس الصلاة اللي جتجا وقال لهم الله يسكم خلافين قال مت أحكر الله شئت صحابتين يكون إجماعين ولبا أثر كشقيق ابن عبد الله البجري لفتي سنوى الله عسقلا كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة صحابتين النبي صلى الله عليه وسلم وحي أهان شرين شيء عمل لذا كم ذا قارن أركين أقبين إن قال لمتها صلاة دمويان صلاة يذا وحي أقبين تقستلق التقا إن قال لمتها أقبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كصور رطيبة شرتاء والشيء جيسا إن تجلس صلاة لقتها قال قلمت بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر نكية قلمت وحول حياة صلاة تجلس لقتها بمعنى صلاة هدي لقتها قلمت وإيمانس روح صلاة كتها وقال حديث النبي بس لا كصور هيا الشيء علماء أرنا جيسا كفر أكبر ماها وحيكو أولين إن لوغت شهدو كفر دون كفرنا ما كفر أصغر أما وحيكو حنبارين كفر أكبر هذه لغو حنبارو إن جحود لوغت شهدو كو أولين صلاة سيادة بي ملكة كو أولين على كل حال صلاة الشان قيد وأوين يهي
حديث النبي صلى الله عليه وسلم حشق أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة قفك وحا آخر لك حساب وحا وقه الرينيس الصلاة فإن صلحت صلح وسائر عملي هذه صلاة هقاكت عمل في سكلنا وهقاقيا وإن فسدت فسد وسائر عملي هذه خربنت عمل في سكلنا وخرب ميا صلاة الشأن قيد ووين ساساوذي صلاة وإن الله ضيعني آدي اللي قد دالا وانا إلا إلا لي الصلاة تبقى قارك وضو صلاة تكنيا وكد دالا حتى نوح لك يا أبا صلاة إنني إلا لي وصلاة عيني وأقون يالا وأركانتي صلاة وحكم إلهي كتقا وصلاة لك يا بيني كحسيني وايا سقو تكنيا إسكتكرا نبانيا مربا ميل صلاحيا مربا ميل تابانيا مربا ميل هقاتشنيا فقهادنا وحي إليه إساء صلاة وكبريسا دكتوني والروح كتشرا مركن الصلاة كتشرا وإنو حركة يدغدغاق إسكي لاليا إنو حوى يدغدغاق بدن ليما دماءها وإنو آذي آذي سكتشرا اسكنوا في الصلاة النبي قول عليه الصلاة والسلام صلاة كحصرة صلاة كحصرة نالي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خير شمس حاندين أركاب النبي قول عليه الصلاة والسلام حالا قعمها صروا غاضيسان أو أدموده فرض عرر بضن دبدو ديوك الأدموده فرس كأدموده نغاب بضيه دبدي سنة اسمتها اقتصاص إلى هذا يا إساقنا ساسو نغاقيا تاسو النبي كشبه عليه الصلاة والسلام وحال الربا صلاة دين حسن لوني اللي قولي ماد إن أركانتي اللي قحسنه إن نغاق الله إسكا إلى عليه إن قبلين تلا إسكا إلى عليه سيدقن إن لو تكدو صلاة دين الله أقوي يشو سوه روحوا لي مادة صلاة صحن إلا هدو دذالي يؤو هدنا مركا صلاة دي سوى كد دذالي هدنا وحي ساي نغضان بيعلان شيء عاملة ناصبة روح عمل فري الدالي وهذا نفع عن كهلين دي خطرت هذا له ساسا ودي وين آدي آد لو قد ذا لا إماتن كصلاة الله إيمان أيه يبرشد صلاة الله برن أيه يهجات أنت صلاة الله هجاتنا ساسا ذا وين آدي آد لو قد ذا لا لبضع أيضا الصوم الرئي كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة مر لبعضنا حضنا متشبه هذا السوعلي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ما تكرار باء ولا سيئة كينيا إذا كلام معنى اللوتشية على ماذا قاركود وحيكو كلا حنبارين معنى عام أي معنى خاص على ماذا قاركود وحي الهدين طهر أي عام تضمن وخاص على ماذا قارنوا عكسين وش قاد دنبانا أجود أهو في عام ويطهر الله حولي لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة وزيادة فيكم بقصدا تضمن والعام يا لي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مركا طهر وخاص تضمن وعام مركا قالوا إن الوحبك دورينا وحيكو إلى لنا ين أين يكشرين لا بلا ولا قرابة ولا وحكا وحالا وحيكو دورينا ين يكشرين أي إله يكشرين كان البوك تسومين بلغ قاضمين الله وحده فإن تابوا هدي أي توبة كينان توبة وحلوت شيء ذينك توبة كينان قال لماذا أو إسلام لماذا أصول النقدان التوبة الصلاهان معناها لغوي جاهي والرجوع والنقش حنا اللوت شيء ذا كفر جاهي عصيان كأن لقصول النقدان وإله الله صول النقدان طاعدي سير مينتس أي اللوت فإن تابوا هدي أي توبة كينان وأقاموا أي أوغان الصلاة صلاة وآتوا الزكاة زكدنا أي بحيان فإخوانكم أي فهم إخوانكم ابتديه بحث هم بلغ دمي فهذا دبد يدنا إن مبتدها لحذفاه بمعنى اللقوية وأن للشيقين أطبئ بضمطي في لغة العرب فإخوانكم أي فهم يبو إخوانكم أولا الذي في الدين الدين تأيد كرولا لوبي ولا لحق أن نسمى هي وأولا لدي ميد الدين تولى الإذ كل النقل إخوان وجمع أخ أخ الله بات شمع بي لاضهي ميد وحوي وإخوة من نوى إخوان لبض هو الله بات شمع وجمع تكسير هيا شعر لمد وحي لها ينسيد غالبك ولا رها حق النصبك إيا قرابا لماذا كي مادا وحلا إلى هذا إخوة وسيد غالبك ولا لها حق الدين تنسيد غالبك وحلا إخوان مدولبه على الأغلب
وإلا من والبوصار أرتي خلاف كيلي. إنما المؤمنون إخوة وتي حق الدين تاهيد أدنى إخوة لي إنك الصوع لماذا قاركوضا إلى الهدين مركز وحي أهيد تشبيه بليغ وإخوة تي نصب كأيا مركز اللي قوش شبه هي أصلها أنا تشبيه بيكار لغنت على هذا معنى يتكلم إلا كل مكرتا وحي كار لغنت هي كالإخوة في التحابب والتعاطف والتوادد والتعاون يا وتشبيه بليغ بيلا يضغطي النصب ك إخوان لقع بريه وحيصار ارتمواضع عديدة إسنا درسي أن اللهم موضع باباك سبحان لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إيه قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية مواضع كان باباك سبحان سيدة آخر الحشر مركع على كل حال حكم كعلماء أي شيئين مدول وهو على الأغلب وعلى الغالب ونفصل الآيات وحنكر السار إن أعضين إن آيدها وحنوعضين إن لقوم يعلمون ذاتقرنا إيا أيان وعضين وإن نكثوا هدي بريان أيمانهم داره دو حلوشي دو عهود دو يبلمدو دو هدي بريان وبلن كي كبحان قالدو من بعد عهدهم بلن كودي دبدود هدي مركا بلمدو دي بريان يداره دي ها أيمان لو قعبر يدو عهود لو تشيدو غالبا وحلقو أتكي يا أيمان وعهود دي ما دام عادة أي راعدو داره أي راعدو أي أيمان لو قعبر يدو عهود لو تشيدو وطعنوا أي عيبيان وضلعيان أما عايان في دينكم دينتين أي عيبيان أما أي عايان أما أي ضلعيان فقاتلوا لتقالما أئمة الكفر هقام يياشا قال هذا الله تقالما مضحدا قال هذا الله تقالما إنهم يضوا لا أيمان لهم وحب الله مأمله وبلن أوفين وحلي لهذه إليهن ما شرتون لعلهم ينتهون وحول الدقال لانتان سياء يقرب طومان ويقهران وحص قراكر السبعية وحل آخرية ابن عامر بآخرية ابن عامر الشامي لا إيمان لهم أهمزة أيها أصدق لا إيمان لهم مرك الله آخرين وحقصوا عن لبا تفسير إلا إلا لا إيمان لهم إيمان يدين ملح قال وحي إيمان يوحي الدين ملح أي لا إسلام لهم إن يكاد يقنطر وشي لباد والله مفسره وإلا لا إيمان لهم وحأمان إليهين ما شفته والنبت قال يلا السيئي ما شفته وآمن مسلر كيدي أي طهي وآمنهم من خوف آمن إيمانا أفعل مسلر كيدي قياسي وحن غني إفعال آمن هو النبت قال إيمانا النبت قرمه النبت قرمه بمعنى أعطاه الأمان أمان مسلم أما أعطاه الأمن نبت قرمه مسلم مركا لا إيمان له مركا لا يلاهدو تفسير كان لبادنا والله مفسر إلا يلاهدو وح أمان ولا سيئو النبت قريو ولا سيئي ما شرته ألا تقاتلون نيجد أن الله دقال لمن ما الله دقال لنتان قوما ضد ما الله دقال لنتان دول ما الله دقال لنتان دول كاسو نكثو بريي أيمانهم بل لمدهو دي بريي يعني دارهو دي بريي وهموا بإخراج الرسول وهموا كهمي وقعان صدر دوني سارس رسولك صلى الله عليه وسلم أي ساريان صدر دوني أي كساريان مكة وهم بدأوكم أول مرة والحال هم يبوا بدأوكم أيضا كبرابي وحي صدر السمعيين وبلمدوا ذنبوريين رسولك إن بحيانا أي قعان صدر دوني يقول إذن كب لابي أول مرة أما اللي إذا ما الله دقالنتان وهم بدأوكم والحال هم يقول بدأوكم إذن كب لابين ما الله دقالنتان وتقاتلون لقو عمل السير أول مرة المركبه الرئيس يقول إذن كب لابي حول الدقالن ويني أتخشونهم يا كبغيسان إلا حيوحوا ترترسي يا مؤمنين تأيو لهرق لنا يا ترترسي فالله إلهي باه أحق
وحقن ما بضن أن تخشوه أي بأن تخشوه إنا كبغتان يعني قال هذا كبغن إيسان بغشض إلها يا كبغن إيسان باك حقن ما بضن أما اللي إلهذا اسم التفضيل هنا ليس على بابي ولا إلهذا فالله إلهي با أحق أحق له أن تخشوه إنا كبغتان إساق أحق له قال إنا كبغتان حق ملها قالوا إنا كبغتان حق ملها وشي قصنا في يعني أن تخشوه وحب النان إن لا يلاهدو حرف تركي بأل حدفه أنا مواضيع دي قياسي قاية هاي وأحق بيكو تعلق إيسا جاركائي مدروركس أحق بخشيته بمعنى هنا نقل وفي أنه أن يطرد مع من لبس كعجبت أن يدو حرف تركي هذه لقرنا يو قياسة بأل حدفة أن إي أن هرتين مواضيع دي قياسي قاية هاي بيكمت مواضيع كلنا واجف وجه لباد وحي طايله وبدل اشتمال والله إلهي با أحق أحق له أن تخشوه أي خشيته أحق بغشدي سآك بغنيسان با أحق له يعني لك بغتا يعني حق أبا معنه دعي إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين تهي يعني الله كبغى الله كبغى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم لدقال لما قال داس يعذبهم إلهي وعذاب يا هدا لدقال لنتان واللين إياه بأيديكم قعمه إنك عذاب يا كل لين إياه ويخزهم ودلين إياه وينصركم وإذين قرقار إياه عليهم يقى كركود وإذين كقرقار إياه إذينك وإذين هيلين يا نصر قيدين سين إياه ويشفي وحبك سين إياه والشافين إياه صدور قوم دول مركا لابه ببوكسين اياه دول كاسو مؤمنين مؤمنين اه ايو لابه ببوكسين اياه يو عيلكي عرضي اي قالد او قبيل اي عيشودين ايو كبوكسين اياه حلق الصوقة دي كأنه عيلك اي عرض اللوقبا حنونو كرأيني كردقنت انو حوية علك وحلق قبح حيانا إنه كل ذي هي الشفاء وكله ويذهب تكسين يا غيظ قلوبهم قلب يلا مؤمنين تعرضوا دي وتكسين يا ويتوب الله على من يشاء جواب الطلب كي وحلق قدر الشن أموراد بالغرب ككواد ويعذبهم كلباد ويخزيهم كصدحاد وينصر كأفراد ويشفي وي كشناد ويذهب وي وعرقتان شنط بيني ربين شنط بيني مجزوميه وعرقتان وجواب الطلب من نفس الطلب بأن لقو جزمي بس الشرط مقدر لقو جزمي على قولين أنا ماذا نحادة وحي قاركود قبان نفس الطلب ما جزمين أيه أنا ماذا قاركود نوحي إليه ما الشرط مقدر أي جزمين وشي قادم بيني أبضيان مركا معنوه حود عيا قاتلوهم لدق علما يعذبهم أي أنتم قاتلوهم هذا لدق علنتان ها يعذبهم وعذابيا شو ملا ذا كلا كذب بيسا هذا شنت جوابوت كذب بيس ويتوب الله على من يشاء يذكر مع عطفناكم حدنا وجملة مستأنفة عصب الله بلابنا وو الاستئناف وو معنى يربذن وكل دوم بالله استعماله ووغن وو بلا بشاح وو عاطفة ولو عاطفة يجمل ظهر ما صابت واحد تاي توبض إلى هاي عدك توبض أخبار أيام التوبض وافتشين أي عد قال ذي كم ذا وصهنوني أيام كم السبب وبين تقال كلام تقال ما لكن شنت أمور هذا كلام حسبه آه تقال كلام تقال ما ويتوب الله إلى هاي واك توبض أخبار أيام على من يشاء عدو دون إنو كتوبد أقبلو كتوبد أقبل إياه وتوبدنا وافتشنا إياه توبدنا كأقبل إياه والله إلهي عليم وهو علم بديه وواقوم بديه وحكستبع حكيم وحكمة بديه شيء ولبه الكوكوها بويه لديا قولا وفعلا خلقا وشرعا وقدرا هذا أراه يا هذا فعل يا هذي جزتاي هذي مركا يعني قدرتاي هذي شرعتاي حكمة إلهي وواسعه أفعاشي سي أقواشي صور نمبيك تعلق لها
أراك أسوء إلهي أرانا يوحكو أرانا بحكمة فعل كسوء سمينا يوحكو سمينا بحكمة وحك أسوء قدرة يوحكو قدرة بحكمة حكمة كما تعلق ذو قرى أفعاشا ساساود يا تفسير كمفسرين تقاركوضا إمرأي أنا جلالي قسوع العلي حكيم في صنعه وتفسير قاصرة إن معناها اللقاء عامية لوية تفسير قابة ويو جزء معنيه كم بذا الله الشيقي لم يوذي شيقي ويا فعل كأسامين يؤكريا دي حكمة دا إلهيكم التعلق دا يوحو أرانا يوحو الشرعيين يوحو قدرا يوحو أبورا يوحو السامين مدوالبا وحيكو التعلق دا بحكمة إلهي وحينو الشيقي قالوا هذا يبريان عهودو دي بلمدو دا يبريان دين تنا أي عايان أمر دا لعيان إلا لده يا الله وحانكم قعابين أئمة الكفر يهين وهقام ييال أي كيهين قال لما أئمة وجمع إمام كزمام من أزمة إمام أئمة عماد أعمدة وصص مركا إمامك هو قامية لبضة ينيو آيات نعرمضو حيكا قاتل دينتا إلا عايا ملد لعايا إنا يتهي قال لما إنا يتهي كل من طعن في الدين فهو الرأس في الكفر العلم الوحيد هذه ككستو دينتا الدراء ملد لعايا أما عايا قال لما دو حكوية هو قامية إساقب إمامه إمام في الكفر أي ماذا كفر يكمل يهي فقامي يا شقال هذا الضيق كل من طعن في الدين فهو إمام في الكفر رأس في الكفر قال لماذا وحكو يهي مضح سيد إبليس هقامي قال لماذا قو يهي أيو إساقنا هقامي قو يهي قال لماذا وحي كم تدلائش اللو دليش هذا عيد إله إلا عايو أما الرسول صلى الله عليه أما ملائك صلى الله عليه أما الدين إسلام صلى الله عليه أما الشيء الدين كم بدل الله عليه إنه قال لما تهي أم اللذة لك قبحة بالكلية ولو هو كحن يهي قال كأصل لقاءه وهي قال لماذا سوى الدين كنغض يهودي يا كريستان كوا كحن يهي أدو إلهي عايو أما الرسول كيس عايو أما الدين إسلام كعايو أما ملائك تعايو أما النبي ذا عايو أما الشيء الدين كم بدل أعايو إساقا كحن يهودي يا النصراني إساقا كحن وهي يهودي النصارى ذو قال لماذا ذو أصلي لكن إساقا قال لماذا يسو وحوية وقال لماذا الدين كالنقطة علمتنا وحيدا ذا كفر ردة أغلظ من الكفر الأصلي بالنص والإجماع كفر الدين كالنقطة كأهي وكأدقيه وكدريه كفر عن دين كنقط كهين أصل جاه قفك مركه هرب وقال كواها أنا إسلام نما صمر أبدا بع يعني ولقي أنا صمر وح إسلام نما كفر يرد ذا كدرا وحك قدريه بالنص والإجماع نص كواك قدريه نبي وحول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وحول روح الدين تسبدله وبمعنى الدين كنقد الدلة قال كيهودي قال مركز تئن للدلة لازمة ولا له شين كرا أهل الذم النغون كرا يجزي على قاضي كرا وأمام بالصين كرا لكن كني هشيسنا ما أقبل يهدي أود لولي جزيانا ما أقبل يه إلا الدلة وحان أهينكم بنانا وقال لماذا أكسر يهي الله السوق مايو إنه الدين تأصوه النقضة أصوه إسلامه وقال لماذا كالتوبات كانوا يا إلا الدين شرع وحبك مدى حياة وهدي أود له ليه حكم شرعي لفرين يوم واجبك الشرعي وصص من بدل دينه فاقتلوه مركا عهدنا ما أقبله جزيانا ما أقبله وحكرنا ما أقبله مركا حق النص كهدي لأيه دواتا لأيمر والبيسة قدي لأيه وكقدري إجماعنا وكقدري وعلماء الإسلام كوردن با وحي كل إجماع سيه قال كأن صمر إسلام لمو يقال دينة إسلام كسبنا ينشرو كنغضي وديبوا قالوا بي لابد إنو حي هاي قال كدينة إسلام كنغضي كردو بي مرتد كأهي إنو كحي هاي با علماء دون كل إجماع سيه
وحصل لك مد والبا أفران توبت وصيدا قال كأصلي أفران تايين وكتوبت كينو قال لما دي كسو النقضو الصو إسلام أصيدا يقبنا أنت أي أي كادين تكنقضينا أي سقنا أفران توبنا أنت أي توبت وهدو توبت كينو توبة صحيحة توبة دي سلق أقبل أيها لأران ما أيها هدو مربا دين تكنقضي وح توبة لك أقبل ما أيها لأران ما ساساودت بمذاهب تبدن كود وحي قبان روح مركو الدين تكردوا وانت ان للدين يستطاب فان تاب والا قتل ولا توبد ويدين يا وحلورن يا مركو هره كتوبد كين حدو كتوبد كين ولا الدين يا حدو كتوبد كين واينا ولا الدين يا لما الدين فوق هذا وحي لان صدح مع الموت با لو قبان يا لورن يا كتوبد كين صدح مع الموت هذو كغن نكون وايو مركا سال الدين واشران بعض المذاهب ومساء الشقار كود وكم إذا ردده يلي استتابة ملي تاسوا خلاف بين أهل السنة مساء الشقار إلى هذين توبة ملي أما استتابة وحلى إلى هذين ملي هو توبة لويدين ما أيو وحكم إذا كي قال لماذا كن نقضي أواق قالوا بي وكسو النقضي هذين أواق قالوا بي هذين وكسو النقضي هذين أواق قالوا بي كنو عاسي من تكررت ردته ردده سكيساء النقضي إذا واحد نغنى إسابة إلى هذين واحد استتابة لإلى هذا الملح استتابة ملح ماذا يبتقى الكود بساقة وحكم ماذا قال كي قال لماذا يسو منافق لماذا أي أهي إذا ماذا يبتقى الكود واحد قبال واحد استتابة ملح أو هي كفر يسو خفي بإلى هذين كان هو روح أوي ردة يسو واحد نغطة ردة مغلظة ردة مغلظة أولا أتكيي نغطة كان كلنا في الدادي سواحي النقطة مركا كفر خفي وقرصري وإسلام نمنا وموجسنا ومنافق نمنا وقرصري مربا هضايا هاي مد وقرصنا أي هدي لك لهذا طوبات كان إلا أول بإسلام نمنا وموجسنا أي مكان أسليب ويساقا موجسنا مركا حالتي سو مركي هوري مركي دم مكا للدوانانيس ساساويد وحي إلى هذين علماء قاركون ومالكيادو كم بديهن يحنا بلادو با إساق اللفتيس وطوبة مره والله يستطاب من صدحات وحيلة روح الرسول كعاية عليه الصلاة والسلام إساقنا وحمر كاستطابة مره وكالطوبة كيرا لوران مايو هدو حتى طوبة كيرا للدين مايو وين مر ليبا لدينا مر ليبا مر ليبا مسألة كل غريب يكون غنس مسألة الله يهوي سنكون روحي مركا وحوي الرسول كعاية حكم كيس الوادق ياهي هدو إلهي عاية يستطاب ولا توبد ويديني هدو خطوبت كيرو ولا ديني هدو الرسول كعاية ماذا هم تقاركود وحيليه ومالكية دي حنابلة وكم ديه مر لي بل الدين ما يمر والب حكم كيس هو قتل 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 ودل دل دل شرعا وصاص خطوبت كيرو ميال وتوبت كيرو هذو توبات كان توبات يسوع عند الله إذا كان فعيسى لكن الدنيا ذا حكم كيسوا إلا الدلاء حكم شرعي هدي لفريني صابتم حي إلهي هدي عيدي إلهي إلا عايي وتوبات الله أبقال هذا الله توبات ويدينا أيام حيثا كان يقدوين وحي يقدوين وحي إلهي مدنوى حق إلهي مدنوى حق مخلوق حقوق الله مبنية بالعفو والمسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة والتضييق قاعدة الشرعية وحي تهي حقوق ذا إلهي وحي كل سنة عفين إيا سامحة حقوق ذا خلق هنا عليلين إيا أكيم كل سنة وحق مخلوقه إدكالو عفين كرتامجه أركو النبي قلنا الله عليه الصلاة والسلام حقي سيسلع عفين شري لكن مركي النبي قال له أفصلين دبدي حقي سيدكال ما عفين كرت وحق مخلوق حق مخلوق هرم مايو marka waxay noqonaysaa laba xukun ba meesha ku sugan xukun sharci iyo xukun shakhsi xukunka shakhsiga waa sugnaan yar iyo waa qatli baadhi baa yiri taas waa ijmaac laakiin sahih waxay tahay in ijmaac ahay ama dadku ay ku kala duwan yihiin sheekh soo naqriyay masala khaas oo qadaf ku saabsan ijmaac uu sheegay ayaa dadka qaar kood ixtimaadeen markaas ay waxay ilaahay culimadu oo dhan way isla ogol yihiin ya هو كإجماع سيه عند رسولك عيد عليه الصلاة والسلام
إن أنا مركا توبة حتى أم وجسته توبة كنا إن أندير كوكا قد عين وإجماع لكن صحيح ما هصاص إطلاقا ما مسألة إجماع على قصور رأي ومسألة قصابصا من قذف أم النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا فحكمه القتل بالإجماع ومسألة قصابصا قذف روح الزنا كقنا النبي هو يدي أو إلى هذا واسين يستي إسألة حكم كي سواد دل علماء دردن بأسكو وافقصا توبت حتى كل إعمال مسألة إجماع على قصور رواتاس وقذف ويتم عن هذا وحي النقر يسأل النبي قرع بها حاشا وكلا وكما مسألة النوع عاصي علماء إجماع قصور رواتاس ذلك قاربع عمي ما يوقاتي عيك استور رسولك صلى الله عليه وسلم يعني مركا لا أفلقا دي أما لا عيبي أما لا درعي إنا إجماع سيئو عمي ما يوه أو إجماع يسوت إن أنا مركا وحوية توبتك بعيد لكن على كل حال مذهب الشافعية يما ذاهب كلمة وحي قبان إن وحوية أن وعد كفرك النوع كاستبع أو روح كقالوب يستطاب فإن تاب وإلا قتل أن وعد على الشجر دمان إن الله كلا فرقين إن ملك يلا وضمرين أيو نوع دونها كقالوب في دادي سمو غلظها هاتو هنو نغطو يعني من مركز زندق أي منافق نما ها هاتو من صبية هنغطو وعي رسولك عاية عليه الصلاة والسلام أما غير كذا هنغطو يعني نوع كستو كقالوب يستطاب ولا توبد ويدين يا هدوك توبد كانوا ولا دين يا حديك لنا ولا دين يا وقال لما اللو دين يا تعميم كساسان الصحن إن شاء الله وشيك أرجع هاي واسدى مذهب الشافعية وغيرهم أي قبان أو حوية دمان استطابد ما شكينا وشيك أسا أي أمركا إن شاء الله صحن أدلة بدن بلو درشدا عيد الدين تلعايا أما رسولك اللعايا أما إلهي اللعايا إن قال لما تطي آيات نواكمل آيات سورة الحديدة إن شاء الله تعالى إن أقوي من دونتنا واكمل قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وعيكو قالوا بنوا ما حيوى دلعين تي أي مركا رسولك صلى الله عليه وسلم أي دلعين مركا عيد إلهي اللعايا أما ملائكتي صلى الله عليه أما رسولك الله عايو كل ذلك إن قال لما طيب على قاضنا يا مركا نصوص بعضهم مثلا السلاد هاي إجماع علماء وكسوين شيخ الإسلام ابن تيمية وحكال في كتاب قيم مفيد أهل يلاهده الصارم المسلول على شاتم الرسول وكتاب مهم جدا الله حيري وإن نكثوا هدي بريان أيمانهم آيات دنقليها حنفية وحي كدري شدان قالوا إنه دار لهي وشرعا دار لك أخبر إياد قال إنه نتري لكن وجه قاس السحمها آيات دنقليه ما وحي كدري شدان لا أيمان لهم لكن تصبح اللوت شدان لا أيمان لهم أوفين أي دار أي عهود أوفين أيان مره مراد كاللوغة شدان وصاص ما أوفين أيان لكن يمين شرعا مره وهدي دار لبويا الشمركة لا دار سلمة يماها مركة مراد كاللوغة شدان بدليل وإن نكثوا أيمانهم وهي أيمانتي ولا إثباتي هو الله صلى الله لما نأرنكر وحلقت الماما باعتقادهم أي أيمانهم لو يري وهي وحلقوا خطاب المؤمنين مرها دي مؤمنين تلقوا خطاب أي دين مركا أيمان لك السوق قادر الله السوق لك قادر كوحي النقر يسأل المثبت غير المنفي أيمان الله السوق هي تلقنا فينا إياك الدول تلاصق يا وحلقت الماما يا أيمان شرعا إن أصل أنت هاي إن دارتنا أي سورة بكرتو دارتنا لقى أقبل يا هدي الغيش تكلم وحلقت الماما يا إني أوثيني أي حلقت الماما الله وحده وإن نكثوا هذي بريان أيمانهم داره هذا وحلوا شيء ذا عهود هذا يبلا مدو ذا أي بريان من بعد عهدهم بل كودي الدبدي هذي بريان وطعنوا أي عبيان أما درعيان أما أي عايان في دينكم دينتين فقاتلوا أئمة الكفر لا تقالما هقام يياشا قالضا يمضحضا قالضا لا تقالما يعني كو كستو دين تعايا وعكو يهي قال لماذا مضحبكو يهي والرأس في الكفر يا وحكرا يدلق قاتا
عندي عهود لهاي وقال هذا كم ذا المسلمين تعهدي يبلا لهاي أما أهل جزية هاي أما هشيس مسلمين تلا لهاي هذا الدين تعايان أما الرسول كعايان سي صريح هشيس كودي وابوري عاي كرد قانتا هاي إن الهشيس جرين على ماذا قاركونا وحي إلى ذي وطعنوا في دينكم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا وحي إلى وعطف التفصيل ومعنوا عود عيا بل لما ذو حكوب ريب طعنهم في دينكم ساسي كرد قانتا وعطفوا حن غني عطف التفصيل بل غني بيلا تاسنا علماء ذو إسلوه قوليه إن قاردي هشيس كلالا هاي المسلمين تا أما أهل جزية هذا أما عهد كلمة الله هذا أما أمام بحل السيء هذو مركا عايو رسولك وعايو أما إلهي عايو أما دينة إسلامك عايو سي صريحة هشيس كي سواب بري أمام كي سنواب بري وحب الله قصوا قادم عايو حتى أغيسين ومباهنا فنبذي لهم على سواء ومباهنا يعني وحوه يسيسا اللو دي لكرا مركز وعدي مركا أول الأمر قاء ومسلمين تأم دحضة أهي أيود لكرتا أفراد يسكي قمت الله بسكرت أمورها لكن وحوه يعد مدحضة أبي وطالة وحنا كوسي عضينا يا قصة كعب بن أشرف أيكو عضينا نك يهودي قاهل لنت كعب بن أشرف نبي عليه الصلاة والسلام وحول لها يشيس وحو السمي وحو السمي قبيع عيين التريو أو إسلام كي النبي وكبر على عين يكو عاين وحكرا سمي قال هذا اللفتو ذا إنو سواء بابلو إلى ذو مركا وحوية قال يصوت ترتلسيو يضو أن وحبل لأغيسين أيا لدري ويسي الصريح وعضب بلن كبوريين مرهدو بلن كبوريين وحي نغري سيحل قتله وحي حلالو بيسي إلا الدراء يا حلالو بيس مركا سو النبي وأمر عليه الصلاة والسلام إلا الدراء سيدي بان اللي قدري سيدي أيانا اللي قدري أضبوا واحد في الأشياء ذا عيدا بلنك وكبريا ووحانو كديه لاني مجرد صبي عيل لغتي الأشياء ذا قار كوضو معنو عيو بعيسا يا وحدعي كرتا إلا إلا هذو الدين هم بصداء قبائنة مثلا هذو إلا هذو حوايا نوما أمي سليم محمد ورسول إلهي هي وما قبر بمعنى هو حلم التبين بشيء يا مكت لكن أنو رسول قبين ووحو كديه لاني ويساقوا الدينهم بو قبايا عاي مركا لو قمتشين تاسوا كلاما نغنس بلان كينا كبوري مال ووح مركا ديقوا كالدين يالانا يساقوا الدينهم بو قبو قرد هاها طباطل هاها لكن ويحي صبي عاي لو قتشي دي عن طرفين تنو عاصي مركا نغنس تبلان كبوريو او كم متايسان يالو قدير فقاتلوا أئمة الكفر لا دقالما مضحدة قالد لا دقالما هقام ياشا قالد لا دقالما إنهم يقول لا أيمان لهم وحداري أمسونان عهود يبلما يؤفنيان أمسونان لعلهم ينتهون لدك علما سيا يقرب توما يعني طعني قائي كفر قائي حمانتا يبلن بريدس ألا تقاتلون ما لدك علمتان وترترسي وحليها أرادا تحديدية وطلب بحسن سيأد لبورين أيوه إن لا طلبون ألا تقاتلون ما لدك علمتان قوما دول ما لدك علمتان دول كاسون نكثوا بريي أيمانهم داره دي بريي بل لم دو دي بريي وهموا قوان صدي بإخراج الرسول رسولك إنا السارة وده ما كيك سو السارة يعني وحوية الصواب استعيو الصواب النبي إنا سو السارة أي وحلق سو قاضي كأنهم إنا سو السارة همي قنا وحلو تشيدا إرادة لو تشيدي عزم وهمي قمر وحلو استعمالا إلا قتل ماما يو ترددك شيء غلا سواه يوم ما الله سما يوم سوى لسكت داعي مرنا وح الله استعمال هم جاي له قش هذا عزم جاي قانك أطيب محمد بن حنبل ولي الهم همان هم إصرار وهم خطرات أما وهم خواطر هم جوا الله منا وهم عزم أهل الله قان صدق يا همي خواطر قف بكون صار داعي سوى تردد أهل وسواه يوم السما يسمى سوى لسكتيس وحالا بدا لغو فسره لبدا با لبدا تفسير آيات دا سورة يوسف لغو فسره يميد أهان مركا لغو سعوده لبدا معنى لغو كلا فسره ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه يا شتان بين الهمين وكعرنا يا إمام أحمد لبدا همي وكلا تقنا يا
ومدنا قوان بو أها لنيي الله قوان صدي أو وحو أها كقبرنا مدنا وحا مد خواطر وقفك كسو دعي على سبيل وسو وسوكرا يا خواطر سلا قلبك أمرت وكبحضي مرك هذا موضع وحلوتش إذا كي إرادده وهموا بإخراج الرسول وحي دونين كهميين بإخراج الرسول رسول كينا يسو ساران وكسو ساران من مكة ما دام يكون كلفين صوب حتانك ويتشدين إلى الدلاء وإذا يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وهم بدأوكم أول مرة ما لدق الانتان والحال هم يقول بدأوكم أيضا كبلا بي دقال كأول مرة مركي قهر يسيد كبلا بي محاولة دقال لم يقول لدق الانتان أتخشونهم يا كبغيسان فالله إلهي بأحق وحق له أن تخشوه أي بأن تخشوه إنا كبغتان ربي بأحق له يقول حق مرة اسم التفضيل هنا ليس على باب إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين تهين الله كبغى وقال هذا لدى قال قاتلوهم لدى قال لما قال هذا يعذبهم وعذاب يا هذا لدى قال لنتان هذا لدى قال لنتان يعذبهم إلهي وعذاب يا الله إلهي بأيديكم قعمه نكو عذاب يا كلين يا ويخزيهم ودلين يا وينصركم وإذن قرقار يا عليهم يقى كركو دوين كهيلين يا وإذن كقرقار يا إذن كو إذن نصرين يا نصر قيدن سين يا ويشفي صدور قوم وحبوكسين يا دول لا بهد ببوكسين يا يسدر يدول قوم كاسوا مؤمنين مؤمنين ويذهبوا حتكسين يا غيظ قلوبهم قلب يدودا عردوا ذيبوا تكسين يا وحلوش إذا قوم مركا وحا مؤمنين وحلقات الماما يا مؤمنين تيوعي العني أيا اللوغت شيدا ودي قولة دير هبا نخزي عنا كمدين مؤمنين تكالنا كمدين ويطوب الله إلى أيواك التوبة أقبل يا على من يشاء كدونين كتوبة أقبل أي كتوبة أقبل يا توبة إلى أيك توبة أقبل يا أي كان سنة يسمر كورنا إنه توبة وافتشيو مركا إلا ما داننا إنه توبة ديك أقبله أتعلم علماء قاركود إلى هذين توبة أدون كتوبة كنا وحيوب أنت إن لبت توبة دود حق إلهي كهذا ومن ناي كه الرئيس فعل كأدون كمن نكد الله هاي كليه تكه الرئيس ووافقين تيلاي توبة وافقين يسلون سينيو يا ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم بمعنى وفقهم للتوبة توبة وافقين ليتوبوا سيء توبة كنا مركي هراء الباب كتوبة وفرة وإن التوبة كنا مو شرعي مر لبات كي هذا نوح ويسلسي ووافقية توبة دي وقار توبة كنا يكير مر صديحات كتوبة دي وكأقبل يا وهكذا والله إلهي عليم وعلم بديه حكيم وحكمة بديه أم حسبتم أن تتركوا بل أحسبتم كسو قرطاس موحى أمريسن أن تتركوا إن لدينا كتقى أيو لدينا دينا أيو ولما يعلم الله والحال لما يعلم الله يظهر إلهي أغان الذين كوي جاهدوا جهادي إلهي هرب وهو أغان وحلو تشيدا أغان وكنت علق يا أبا المرينتو بمعنى إن الواقع تورد عضي أنو إلهي أغان وروح أسي أغان إلهي دونتو أو أحكا ديمونا أو كقرصونا مجلي إلهينا علمي أكر لماي وحوال بواء أغان وحسن لو تشيدا يضينا دعين إلا مركا دعضي إلهي وحو مركا نأغي هينا دعضي أي مركا نأغي ولما يعلم الله والحال لما يعلم الله إلهي إذا نأغان وطيك عبران علماء قاركوذ علم ظهور بإلادان وحسكفي عن علمي وكنت تعلق أيها أبا المرينتم وصوابك عقابك وكنت تعلق أيها دام إلهي أغان بمعنى إن واقعتهم موجود تهيئة أغان الذين كوي جهادوا منكم كوي جهادي إذن كيدن كمدة آن أغان مركا إن الجهادي ولم يتخذوا آن يالا جهادوا لغو عطفه أما حال لغدهم الذين كوي جهادوا جهادي منكم حال إذن كيدن كمدهين جهادي ولم يتخذوا آن يالا من دون الله إلهي سكدي آن كيالا ولا رسوله يا رسول كيس عليه الصلاة والسلام سكدي آن كيالا ولا المؤمنين يا مؤمنين سكدوا آن كيالا وليجة صاحبه صاد آن كبير يعني يظهر كوى وليء قال يعني ما يكتغى يؤذن دين بدون ابتلاء يظهر الله إذن امتحان صلى الله إذن كل عفا يوم يوم ليسين معنى وحود عياه أم ليلنا لابد من ابتلاء لقد مرمان وحا امتحان ليس امتحان ايوه ايه لقد مرمان سلو اقاده بمعنى اي ام وغطه
عدا وحوية إيمانك وكذب كيهي يعدا إيمانك وكذب هاي. والله إلهي خبير وهو أقوم بذيه بما تعملون وحاسمين إيسا وهو أقوم بذيه آيات دو حلقة قادنا يا إن وحوية مؤمنين تلا امتحان أيو ولا كلا شان رين أيو ولا كلا سوع أيو مركو ورنا الدنيا دو إلهي وحو أبو ري امتحان دراد يدو أبو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي وحو أبو ري نرش أي قيري دو مدوالبا محو أبو ري ليبلوكم من الامتحان الدراديد إنه إذا الامتحان الدراديد بو أبوري أيكم أحسن عملا كنيبا ونكسن حق عمل تسأل لك الإيدي الكهرباء ابتلاء الله أبوري الدنيا والدار امتحان الله أبوري دارتي أبا المرنت وآخر وآدم بيسا فنواتي امتحان إلهي علمي قصنا واسع وحو البواقي وكا عدة شهادة إيسا عدة إيمانك وكذب كيهي يعدة نكذب هاي أيو إلى هاي كلام موتشنايا وروا وقع يعني وحوي مركز ضمنا وحضتك كأبال مرينا يا معها علم جسهر السابقة أها بس أنكم أبال مرينا يا إن عمل كل روح كن عاي أو كي حما تدا لي حما تدي والسماي أو كي وناد لي من وناد يو لي من والو أبال مرينا يا كي إيمانك عمل كصالح لي من والو أبال مرينا إيمانك يسي عمل كيس صالحة كي قال لي ماذا إيه فسقه يا حمان تلي من والو أبال مرينا يا وحو لي من عقابته يا هالو أبال مرينا عكر الله قاضنا يا إن وحوي قاردة أن صاحبه صار لقديم أعده وحوي لا شعلان يا إيتها إلهي الرسول في سا مؤمنين تنا إلهي درتي الله شعلان عبارة أخرى وحلورن كرا وإن إلهي لا شعلان رسولك صلى الله عليه وسلم يا مؤمنين تنا إلهي درتي وإن الله شعلان شعائرك رسولك لا شعلان يوم ملائكة لا شعلان يوم نبي هذا لا شعلان يوم مؤمنين لا شعلان يوم وحلوت شعلان يلي أجل الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كنت ما إيمانك وحوى أذق إن إلهي درتي عذل الله شعلانه وعذ الطاعة يسكون في عمل شعلانه إلهي درتنا عذل الله النعه وعذ قال هذا ما طاعة إلهي كحنا للنعه لأجل الله لنا وليجدوا صاحبه صدم سرت الوامن وسرت اللون يبتو يعني سرتي يحكتي بقى يعني اللون يبتو يا وحلها وليجو أم حسبتم أم تني وحول إلى ذا منقطعة أم تقرآن كقلت ما الضاء وحيوت ما الضاء أم متصلة أم منقطعة بعض ما يليت الزائدة دين وقلت من وضع ذا قاركو فسرين لكن صدا أي علماء بدن كود أبضيان لبدن نوع بكوين أم تنين يتاين متصلة يين يتاين منقطعة تاني واتم منقطع هذا هاي أمتى منقطع هذا هاي وحال لم عرت هاي بل هي همزة الاستفهام وذا الصعود هاي لم عرت وحمرك معنو دعي أما حسبتم بل أحسبتم كسوا قرتاسا موحى أم ريسين أن تتركوا إلا إذا كتب أيها الذين دينا بدون ابتلاء امتحان لعام ولما يعلم الله والحال لما يعلم الله أن إلهي ولأغان الذين جاهدوا كوي مركا جهادي منكم حال إذا كيدن كم بدهن جهادي ولأن أغان عن الجهات كذا عيا واقعية هاي، فروا أستيوجا إنه لعي دونه عنده كذا عيا، إنه واقعي هم موجود كيو كذا عي، أنا ولكو أقوم سنة كوجان، ولم يتخذوا أن يالن، أما اللي يلاهو هاي جهادين والحال لم يتخذوا أين يالن من دون الله إلهي سكدي أين كيالن، ولا رسوله رسولك عليه الصلاة والسلام سكدي أن كيالن، ولا المؤمنين يا مؤمنين تسكدوا أن كيالن وليجة قارئ شعريهن. أو أي كذي غنيان يعني صاحب وصاد أي كذي غنيان أما سرت أي كأمينة بمعنى وحلون شيء ذا قالك هي للمايان صاحب وصاد كذي غنيان والله إلهي خبير وهو أقوم بدني هاي بما تعملون وحصمين يسنبو أقوم بدني إن هو أقوم بدني هاي أدوب يهاي وحصمين يسنبو وحكذا لا يسوي ذكاء بالمرمية إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان أمسقنا أو مبنانا للمشركين مشركين تا قال هذا أمبنانا أن يعمروا إنا يعمران مساجد الله إلهي مساجد سينا يعمران ماذا أمبنان تهي ويحق ليهن ماها شاهدين حال أي مرخاتي كعيان على أنفسهم نفهد حاريكم مرخاتي فريان إنا يعمران ماذا أمبنان ماها وأسقنا
بالكفر قال لما أيكم مرخاتي فريا نفيهون يجب أسكم مرخاتي فريا إني قال أولئك كواس قال هذا حبطت وحبرتي أعمالهم عمل لذو ذا يبري وفي النار هم خالدون نار تقوده هذا نوحي أهادين قار كواري أهادين أبدا الآباء تكتشري إنما يعمر وحعمر يؤقره مساجد الله إلهي مساجد ديسا من آمن بالله كيرمي إلهي واليوم الآخر مارين تدنبرهم وحلوش إذا مارين تدنبر قيام ضح حلوش واليوم الآخر وحلوش لله يوم بعده مارين كدنبر يسان تشرين ما دام مارين كدنبر يسان أين يتشرين بالهم مقعابي واليوم الآخر لهم مقعابي ومارين تي مارين ودنبر يسان لا يوم بعده وأقام الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة الزكاة بحيي أعدوا حق لها إذا متيسة تيسيي ولم يخش أنبقا إلا الله أحدا إلا الله عند النبأ أنبقا الله مويا فعسى أولئك كواسي وحي مديه وحقيقة كيه سفضلي أن يكونوا من المهتدين إن النقدان قار كم إذا كواها نوصا إن يسدى النقدان بين مديه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم يا كيشين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام حجاجة ورابنت عد أهل كأهل يا مسجد كحرمض لعمرتان كالعمر عد أهل كأهل ميا كيشان كمن آمن بالله سلكي إله الرميو كلا مثل لم يدم يأكل واليوم الآخر ما ريت الضبوق يا مل الرمي سقاية يا عمارة ولا ما مستر كمر قال لو شبه يانا وذاتين وأشخاص وكمن آمن بالله حديث هذا الله فسره أهل أن لقدرين وحين غنيسا ورابين تحجات الله ورابين يأي عمرتان كمسب حرام كلا عمر أيو تذكر مي مي لم يديه لو ما نتشيدو إن عمل يدد ليسكو شبه أيو الله بدل لورنا أيو تذكى أي عمل كاس يسكو مدمع وحل لو تشيدا إن عمل عمل لو شبه أيو لورنا يلا بدل عمل يسكو مدمع أما ذات لو شبه أيو تذكى عمل كان كبع أيو إيمانك يا الجهاد كعدو كبع أيا يعني لو بدل قرأ اسكم من معها صاصي علماء أقدريان أهل أقدريان أما حق الضمب يقدريان يعني عمل وإيمان يجهاد لقدريان وكمن آمن الأرنى أنت حق هو بس كذا لو دايو أي كإيمان وجهاد من آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله يعني لو هذا عمل مركا اسكم من معها معنا ودعي أجعلتم يا كيش سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي أهل ذلك حجاجة ورابنت الله ورابن أيو يا عمرتان كمسبي حرام كلا عمر أيو عدة أهل كأه من باب حدث المضاف وين أهل السقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام يين. كمن آمن بالله يا كي شنسدي كرمي بالله إله الرمي وكلم مد لم يدم يا كرتين أشبه واليوم الآخر يا مارنت آخر كرمي وكلم يا كرتين وجاهد الجهاد في سبيل الله إله ودد سو جهاد ما يكون أسوك لها كردين الله ومدها لا يستوون عند الله لا يستوون مصر ميان عند الله لا يأتيس سن من ميان ومصرنا والله إله لا يهدي هنون ما القوم الظالمين دولك الظالمين تحد قد بي إله هنون ما إله وحين الشقيا قال ذو إنا المساجد إله عمرتا إننا أبنانين يقول كمر خاتف رأينا فهوذا قال لما كمر خاتف رأينا أصيب كمر خاتف رأينا على قد المام يقال لماذا إماتي كلا إمانة يا إني كان لي جنتي مرخاتي فر على ماذا واحد إلادين أفقه كورن ما ينقال عنها سيد حسن البصري وغيرها إلادين ما رأي نحن كفار إيه قال لماذا إلا إمانة يا ما واحد كان لي جنتي مرخاتي فر نفتو دي أي قال لماكم مرخاتي فر وشهادة بالفعل شيء قال لما هدي إلى هذا إنه واحد كان لي جنتي نفتو ذكم مرخاتي فر قال لماذا ومثلا دمرك إلى هدان الملائكة بنات الله شهدوا على أنفسهم بالكفر قال لماذا يعديين يا الشيقين باوحي كان لغانتين قال لماذا كمرخاتي فرين
مركز سنمذا السجودان وحين نغنى شهادة على أنفسهم بالكفر إن فهودي قال لما كم رخات فرين مركز إلهدان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وحن عابد إن سيا إله إنه قلنا وإياه وعابد إن لك وحن عابد إن إله إنه نرد وإياه ما نعابد إنا وحين نغنى شهادة على أنفسهم بالكفر إن قال لما يسكم رخات فرين بنغنس يا قال لما يسكم رخات فرين شركيات كي قال لي ماذا إلا إيمان أيام باو حي كان دين فهاي يعني قال لي ما إسمه خاطفه سأسأود عيد كسته قال لي ما عضي سنة يسوع كفر إلا إيمان أيسا وحي كان دين فهاي يعني إسمه خاطفه يعني قال لي تهدو الروح مركا إلى المساجد وعمر يا وادي صيا وكعب هذه السنة يا وعذنا وحوي قال لي ماذا مركا الله إيمان أيه سدال الاستغاثة بغير الله إنه إلهي عيدنا هين قرقال ويجي السنة يا أموات اللي ما تصير شيخ هبل وي قرقار أغسني يا شيخ فلان يا ولي هبل وي قرقار ويسو قرم أولياء الله يديد يا دي وحي النغر إيسا إنو قال لي ماذي دي وحوي عضينا أفكي سمركا إسكي غمر خاتف رأي قال لي إلي أشياء هذا النوع سوى شركي ما شيء قال لي ما والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا مارك أدوا عام والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لمكر الريبي وحلو وحا ربي سكدي أبري إيسان يعني مهنا ريان حوب كير إعاد إلا افتمريتك كور إيسان الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا بريدان بريدين مغرم آيان أما هو أمواد لمطي أما هو وحا مركو رب النور القريب أما هو وحا غائبين ومقن هذا مرتا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم هذا بريدان بريدين مغرم آيان ولو سمعوا هذا مغرم لها ما مغرم يعني ما استجابوا لكم وحيا من سيدتك قاركو هذا هو حوي وذات انتي أو مركا وحوي ولي أي كأة من سيه أو بغلال سنة كهر انتي هذا مركا أولا واقانا أو يهران ما شيء دون الدنيا هذا أو يهران في جميع أنحاء الأرض إنه مغرم إنه أتيب أيه إنه أقر مكره إنه كبضة كغادي كره مركز لي عبد القادر الجيلاني هذا هو يرى أفكان دون أنه يرى أفكا دوية لغا هذا الدور كنا أفبع لغا هذا لغا كستاد يقول هذا كبار دو ومقل إياه وأنا قرن إياه وأنا أبيه وأنا أقر من إياه وأنا أودي كريا يتنوع سوى كفر علم الغيب كي أيا الله سوى إياه وحكا الديمون وكقرصون بمجران بيني وحي الله دي إساق الشكتيب إله دي وبينته دي وأعلم علم الله أحصي حروفه علم إلهي بأن أبه حروفتي صابا كوبي وحبابي مسيدي إلهي نمحويري وما أتيتم من العلم إلا قليلا نبي موسى النبي خضر قصد هذا محاق صارت حديثي علم إلهي علم إلهي هدي الله يسكدره علم إلهي مركا الله أيضا وكان نغنيا يعني وحوي شمبر مركا أفك الساعه وقالي سيبضى وحي كقاضي يسوك يعني وحوي وحنا هيك قد عمان هذا مرتا مركا سيل لورن كرا وأعلم علم الله يحصي حروفه سيل لورن كرا يدو إلى هيل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو لا يعلمها إلا هو الله كريم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله قل غيبك هذا مرتا حتى النبي يدو قدر كلو وحي يدو وحنا هيك ما أقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول هذا مركا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم عملك محال لقو أقبل وكو أصحى مركا روى إن إيمان للي مادا مركا دنبا وإن إخلاص لقصم يا إلهي درتي للي مادا مرصدحاتك وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فخصي يا أيو سيدي النبي قال لك كل ما وإن إلهي لقو عابده وعكر إلهي نوع الشيقية قالوا إن النار تكوى ريان وارتان كاي كوى ريان وأبد النار تنمى بابائف أبدا أبدا واتريس وعكر إلهي نوع الشيقية مساجد عدة عمر إسي حق أولا إن عمرتا وعدة مؤمنين تا إيمان كالتمي الصلاة دالتمي الزكاة دالتمي الله كليبي كبغيس يا أهل التوحيد كمؤمنين تأه بمساجد وحق لين عمرة عمرتان كمساجد العمرة وحقوق بسلطة لبقى عمارة حسية هي عمارة معنوية
عمارة حسية وما حي عمارة للطابن كري حسية وحوية ونسمها للنسيه يعني وحوية وحي كبر براها قاتين تلها قاتين أيو نظيفين تلها نظيفين أيو يعني وحوية وعمارة حسية نظافة ديسة هقاتين تيسة يعني الدريال كيسة بسديسة يعني تاسي وعمارة حسية وعمارة حواس تلوها لين عمارة معنوية وما حي والعبادة لقو عمره يتوحيد الله كلي لقو عابده هديت هاي الصلاة هديت هاي القرآن أخرس هديت هاي مركة ورد يذكري هديت هاي الدعو هديت هاي علم الشرعي ولا الشيء العلم الشرعي قائل لقو الشيء أو وح لقو برتو الشريعة ذي لقو برتو وحكمي تاي عمارة مركة لقو عمره يمسك عمارة مسك هي كمية علم وروح وكمية دي هاي قربات يا رب اللي يقول لواني وكمية الله وحيد ما كان للمشركين وما صقنا وما بنانا أي ما صح وما استقام قال هذا وما بنانا أن يعمروا إنا يعمران مساجد الله إلهي مساجد ديس إنا يعمران من بنان ماها قرما شاهدين على أنفسهم بالكفر حال أي كمر خاتفوا ريان نفهو ذا قال لما كمر خاتفوا ريان إنا يعمران من بنان ماها من الصقنا وبنان ماها أولئك كوا الله سو شيغي وكوا قالده قال لماذا عديسنا يلا إيماني حبطت وقرت أعمالهم عمل لدود أي أبري يعني عمل لدي مركا وناك أو أكا عديت وقت هذا قال إنه صدقت بحيا إنه رون شيغا إنه قرابة حديرية إنه يحوي يمد مركا تباليسان أما الضعيف أي عاوية يوحى لمدكا هذا هذا أشياء ده إنه يوجد شيئا إلهي درتي دما أنفع يسوى بريسة قال لماذا بريس قال لماذا أي بريس أتى النبي قال ويدي عليه الصلاة والسلام نين وحوي دقس أها أي واحد يقول يا رسول الله عمل كيس ما أنفع يا نقص الدق بدن بسمين شري يا رب بدن بو أما عاوي شري أما تاجر شري أما الصدقة ديسن شري يعني أما وحرين شري وحيال وناقوا لي من شر الظاهر كذو وناقيا مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ما يا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما علم ما هكما إذا ما أرى إله ودنبي قال لا يمعنى التوحيد لما يمن بلوتشي وعسيك قصي على حديث كاس حديث كلا كقعد حديث كلا كلا ومحي وحلو الشيقي نبي عليه الصلاة والسلام من قال ذي كم إذا العاصي بن وائل أيوح كل ندري إنه بقل قيل قضاء نذرك إلى هيدرتي والندرية وأنا قال بقل قيل إنه قراء أيك الندم عمر بن العاص أو دري أو يسوي مركز هذا مسلم نقضي يسوي هنا ككلا هشام لا وضوء إسلام من به فضائلنا وأصار رطي يعني مؤمنان يهم بالنبي الشجع صلى الله عليه وسلم يعني عمر يهشام بق وحو يلي أبهاي وحو كل ندري بقل قيل إنه قراء سيدي بانا كل انتم هشام كنت كي سوا كقرا هدان انا كنت كي كقرا هذا بلا انت وحلقا يا ابا انو هدو اوضيو الى هدو مركا وحويا يعني نيف قيلا ايقا قرا اما ايقا بحيا دين نقا قارك كود اب عالان سمدع كرت ايو قولي وايان هدان بقل قيلا ايقو دون يعني كقرا هدو حطرش هشام وحو انو كنت كي سوا كقرا أنا أقول هذان كنتم كايجا كقرا بمعنى هذي بقول كين لقيب يا كنتم يا كنتم من ناقم ليس سو بقول جيرين وقراكم من ندري ما ندري من فري بيسقوه الشام وكنتم كيس يسقوا قرا أنا كنتم كي هذان كقرا كنتم كايجا إلا كنتم بيوسو بيجني مركب بقول كي قيب سنة ما أنفع إسا مركب سان النبي وكبر عليه الصلاة والسلام لو كان أبوك أقر بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه لنفعه ذلك. هذو أبها توحيد كقري لها التوحيد لإيمان لها. وده أتكسوم لها إذا ما صدقت أتكبح لها وأنفع لها. أما عنو دعية. مربع هذان التوحيد قرين وحلو واحد كسم يسوى حوتر مس. إنما يعمر وحامر يغرى مساجد الله إلهي مساجد ديس من آمن بالله كإله الرمي واليوم الآخر مالين تضنب مالين أين كالضن بين الرمي وقيام وأقام الصلاة الصلاة دعوغي وآت الزكاة الزكاة بحيي ولم يخش إلا الله أن كبغين اللهم ويانا عدك عبسنا إلهي لقوك قاري يا ليا أن عد الله وداقني وحن نغني سخوف السري
يعني وخوفك من وراء الأسباب كاسا إلهي لقو قريب خوف طبيعي أي أجرة خشية إيا خوفك ويسكنه دويهين خشية وحا الله استعماله وخوف مع تعظيم وعبس مركا وينيني وهلسه مع العلم بعظمة من يخشاه سأساوي يدبع الله ويري إنما يخشى الله من عباده العلماء فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عسى من الله واجبا أطيع علماء الهدان عسى هدي إلهي وعسى يلاهده وواجب وشيء لازم فعسى أولئك قوى سوحي مذيهن أن يكونوا إلى النقضان من المهتدين قوى من صنقار كم إلى النقضان الكائن يقول شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت